the speed of a particle of a projectile at the maximum height. في الحتة دي يعني كده بيقول لي السبيد بتاعته في اي واي، طبعا السبيد بتاعته هتكون ايه؟ افقي، لان ما عندناش غير سرعة افقية. في اي واي على 4، يعني الفي اكس بتساوي الكلام ده. بيقول لي دي انجل اوف بروجكشن ثيتا اللي هي تحت دي ان ديجريز از، طب احنا عارفين ان الثيتا تنها بيساوي الفي اي واي على الفي اي اكس. طيب يبقى نقول مرة تاني، تان ثيتا الفي اي واي على الفي اي اكس. طيب هو مديني مين فيهم؟ مديني الفي اي اكس، لان عند اقصى ارتفاع السبيد بيساوي ايه؟ بيساوي الفي اي اكس، ما فيش غيرها، ما فيش اي واي. فهنا في اي واي تقسيم 4 يعني يساوي 4، لان طبعا دي راحت مع دي. طيب اذا الثيتا شيفت تان الاربعة، يعني تساوي شيفت تان الاربعة طلعت 75.96، يعني قول 76 درجة. يبقى هو بيسألني عن ايه؟ عايز يعرف ان الطالب عارف ان عند اقصى ارتفاع مفيش في واي بس في اكس، وقال لي ان الفي اكس بتساوي الفي اي واي على 4، يعني هي دي السبيد، او قال لك السبيد عند اقصى ارتفاع بيساوي شويه دول اللي هم الفي اكس. فعندك الفي اكس وعندك الفي واي، يعني في اي اكس خلينا نسميها الانيشال، يعني ان هي بتتغير شو، مفيش اكسلريشن افقيه، وفي اي واي قسمناهم على بعض عشان نجيب التان ثيتا، وجبنا ثيتا 76 درجه. خلاص عرفنا، تعال نشوف، مفيش حل غير الدي اللي يتناسب مع يعني الإجابة اللي عندنا، هي 75.9 بس 76.